أغرب 10 حقائق عن الأوسكار. تم الإعلان عن الفائزين في أول جائزة أوسكار والتي وقعت في 16 مايو 1929، وعن الأفلام الفائزة بالأوسكار التي تم إصدارها في عام 1927-1928 قبل 3 أشهر من الحفل. في حفل الأوسكار الرابع، وجدت المذيعة نورما شير نفسها مرشحة ضمن قائمة أفضل ممثلة في الأوسكار، وهذا الأمر الذي يعتبر غريبا نوعا ما، ولكن بعد ذلك أصبحت هذه القائمة مقتصرة على الممثلين والممثلات فقط. وقع التعادل الأول في حفل جوائز الأوسكار الخامس بين والاس بيري من فيلم The Champ وفريدريك مارس من فيلم دكتور جيكل أند مستر هايد، وحصلهما الاثنين على جائزة أفضل ممثل. من الناحية الفنية فإن بيري خسر بفارق صوت واحد، ولكن وفقا للقواعد في ذلك الوقت فقد أعلن التعادل. الاحتفالات الستة الأولى كانت الجوائز تمنح للأفلام التي تم إصدارها في العامين السابقين، ولكن بدءا من جوائز الأوسكار السابعة في عام 1935 أصبحت اختيارات المرشحين وفقا للسنة التقويمية. تم تأجيل حفل جوائز الأوسكار 1938 بسبب الأمطار والفيضانات، وتم تحديد الموعد الجديد للحفل في الأسبوع اللاحق، ولكن المضيف المختار جورج جيسيل لم يكن هناك، فقد كان مريضا، وحل مكانه الكوميدي بيرنز الملقب ببازوكا. في عام 1940 تم إعطاء الأسماء الفائزين في الأوسكار للصحافة قبل بداية الحفل على أن يكون مفهوما أن الصحافة ستحافظ على الأسماء، ولكن في الساعة 11 مساء قبل الحفل بيوم كسرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز العهد ونشرت أسماء الفائزين، وهذا الأمر الذي ضرب المدرجات قبل بداية الحفل. ومنذ ذلك الوقت أصبحت تختم المغلفات التي تحتوي على أسماء الفائزين بداية من العام التالي. في عام 1941 أصبح فريدريك روزفلت أول رئيس يتصدى لحفل توزيع جوائز الأوسكار، وتحدث في الغالب عن الحرب العالمية الثانية، إذ أن الولايات المتحدة لم تدخل رسميا حتى ديسمبر، وقال: أنا لا أقلل من أهمية صناعة السينما باعتبارها وسيلة من وسائل الترفيه الأكثر شعبية. وأضاف: أريد وضع تركيز الرئيس على الخدمة التي يمكن أن تعزز التضامن بين جميع الشعوب الأمريكيتين. في حفل توزيع الجوائز 1943 بسبب الحرب حصل الفائزون على تمثال الأوسكار بنموذج مصنوع من الجبس، وتم استبداله في عام 1946 بالمعدن العادي. في عام 1977 أصبحت الإيطالية لينا ويرت مولر أول مخرجة ترشح لأفضل مخرج عن فيلمها سيفن بيوتيز، وكانت أول امرأة أمريكية ترشح للجائزة وهي صوفيا كوبولا، ولكن كاثرين بيجلو استطاعت أن تحصل على جائزة أفضل مخرجة عن فيلم The Hurt Locker في عام 2010. كايت بلانشيت وهي أول امرأة تفوز بالأوسكار، وقد مثلت في مسيرتها دور ممثلة فازت قبلها بالأوسكار، فهي قدمت دور كاثرين هيبورن في فيلم الطيار 2004، أي أن كاثرين هيبورن حصلت على أول جائزة أوسكار لها في عام 1934، وجاءت كايت بلانشيت في عام 2004 لتمثل دور هذه الممثلة وتحصل على الأوسكار. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة، كما يمكنك مشاهدة باقي فيديوهاتنا.